السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، أيها الكرام، إنها لحظات سعيدة أقضيها مع إخوان كرام وأحبة أفاضل في هذا المسجد المبارك، بيت من بيوت الله التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، والاجتماع فيها لذكر الله وتعلم دينه من أشرف الأعمال. ففي الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويطيب لي معاشر الكرام في مستهل هذا اللقاء أن أرحب بكم أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم على هذا الخطى، على هذه الخطى المباركة. ومنكم من تجشم الصعاب وتحمل عناء السفر، فأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم أجمعين. وأصالة عن نفسي ونيابة عنكم، نشكر لكل من قام على الترتيب لهذا اللقاء والتهيئة لهذا الاجتماع، ومن بذلوا جهودا في الترتيب له. ومن هؤلاء الأستاذ الفاضل باتراليس أكبر، والأستاذ الفاضل بسيوني مزمل بسيوني، وأيضا الإخوة الكرام في إذاعة رجاء، وجميع من كان لهم جهود قلت أو كثرت، فإن الدال على الخير كفاعله، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأعيد كلاما قلته في هذا المسجد غير مرة، ألا وهو أن هذا الشعب، أعني الشعب الأندنوسي، شعب حبيب إلى قلبي وله مكانة في نفسي، لما تميز به هذا الشعب من السكينة والطمأنينة والأدب ومحبة الخير والمعاملة الطيبة. هذا في غالب من رأينا وشاهدنا من أهل هذا البلد الطيب، زادهم الله تبارك وتعالى طيبا وتوفيقا، وزاد هذا البلد أمنا وأمانا وعافية بمنه وكرمه. وينبغي أن نعلم معاشر الكرام أن محبة أولياء الله تعد في الإسلام قربة من القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى،
بل إنها من أوثق عرى الإيمان ومن أعظم الخصال التي يستكمل بها الإسلام. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا وبهذين الحديثين يعلم أن محبة الأولياء أولياء الله تبارك وتعالى من أوثق عرى الإيمان ومن خصال الدين العظيمة التي يستكمل بها الإيمان، وأن الواجب على المسلم أن يحب أولياء الله تبارك وتعالى وألا يكون في قلبه شيئا من الغل على أحد من أوليائه. وإن من الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. فقوله في هذا الدعاء: وحب من يحبك، يدخل في ذلك محبة أولياء الله. وإذا كانت محبة أولياء الله من جلائل القرب وعظيمها، فإن بغض الأولياء ومعاداتهم يعد من الذنوب العظيمة، بل من كبائر الآثام، لأن بغضهم لا يكون إلا عن مرض في القلب وخلل في الإيمان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المخرج في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه أن معاداة أولياء الله عز وجل موجب لحرب الله عز وجل لمن كان معاديا لهم. ومعنى فقد آذنته بالحرب أي أعلمته أني محارب له، وذلك لأن الله عز وجل يحب أولياءه ويحب من يحب أولياءه ويبغض من يبغضهم سبحانه وتعالى. فمن كان يبغض أولياء الله ويعاديهم فإنه بهذا العمل معرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى ومهدد بعظيم وعيده جل وعلا الدال عليه قوله جل في علاه: فقد آذنته بالحرب. وقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: فقد آذنته بالحرب، يفيد أن معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى من جملة كبائر الذنوب، لأن من آذنه الله تبارك وتعالى بالحرب فقد ارتكب جرما عظيما وذنبا كبيرا من كبائر الذنوب. وهذا كله يدلنا على عظم خطر معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى وبغضهم. نعم معاشر الكرام، إن الواجب على كل مسلم أن يجمع لأولياء الله تبارك وتعالى بين أمرين: أمر يتعلق بالقلب وآخر يتعلق باللسان، جمعهما الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيجمع لهم بين هذين الأمرين اللذين دلت عليهما هذه الآية الكريمة من سورة الحشر. الأول
سلامة اللسان، فلا يكون في لسان المرء تجاه أولياء الله تبارك وتعالى إلا الذكر بالخير والدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فليس في لسان المسلم الصادق وقيعة أو ثلب أو سب أو طعن أو همز أو لمز أو نحو ذلك تجاه أولياء الله تبارك وتعالى. وأما الأمر الثاني فسلامة القلب ونظافته تجاه أولياء الله عز وجل: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فليس في قلبه تجاه أولياء الله تبارك وتعالى غل أو ضغينة أو حقد أو نحو ذلك، بل إن قلبه نظيف من ذلك كله، كما يوضح ذلك الحديث الآخر في جامع الترمذي وهو حديث صحيح، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، هذا صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد. وإذا كانت محبة الأولياء من القرب العظيمة، فإن المسلم مطلوب منه أن يعرف أولياء الله سبحانه وتعالى، وألا يشتبه عليه أمرهم بأمر غيرهم ممن يدعي لنفسه ما ليس له. وهذا باب عظيم من أبواب العلم بهذه المسألة الجليلة، فإنه إذا اشتبه الأمر على الإنسان أنزل الأمور في غير منازلها ووضعها في غير محلها. وإن أعظم الأولياء وأفضلهم شأنا أنبياء الله سبحانه وتعالى، فإن أنبياء الله هم خير أوليائه وأفضل أصفيائه وأحب عباده إليه تبارك وتعالى، فإن كل نبي ولي من أولياء الله، فإن كل نبي ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. والنبوة تجمع أوصافا عديدة من جملتها الولاية، فإن الولاية حسن التقرب إلى الله عز وجل، والأنبياء هم قدوة البشر في حسن التقرب إلى الله عز وجل، ثم يأتي من بعد الأنبياء أتباعهم بإحسان، ولا سيما صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولهذا فإن أفضل الأولياء بعد الأنبياء صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، وهكذا سائر الصحب الكرام. فهؤلاء صفوة الأولياء وقدوة الأصفياء وخيار عباد الله تبارك وتعالى، ثم يأتي من بعدهم من اتبعهم بإحسان وسار على منهاجهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والولي من الولاية وهي القرب، كما أن العدو من العداوة وهي البعد، فولي الله هو المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه جل وعلا من صالح الأعمال وسديد الأقوال. وكلما كان العبد أعظم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كان
أعظم حظ ونصيب في الولاية، ولهذا فإن أولياء الله سبحانه وتعالى يتفاوتون في الولاية بحسب تفاوتهم في التقرب إلى الله عز وجل، فمن كان أعظم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه أعظم حظا في الولاية، ومن كان أقل فحظه منها أقل، فحظ العبد من ولاية الله سبحانه وتعالى بحسب حظه من التقرب إلى الله عز وجل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وإذا قيل من هم أولياء الله، ما صفتهم، كيف السبيل إلى معرفتهم، يقال الجواب على ذلك مبين في كتاب الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قد بين صفات أوليائه في القرآن في آيات كثيرة، وكذلك جاءت أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان من هم أولياء الله تبارك وتعالى. ويكفيك في هذا الباب آية واحدة من القرآن وحديثا واحدا عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، نقتصر في لقائنا هذا على ذكرهما. أما الآية فقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنه قيل من هم يا الله أولياؤك، ما صفتهم، ما أعمالهم؟ قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أخذا من هذه الآية الكريمة: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فكلما كان العبد معتنيا بتحقيق الإيمان وتحقيق التقوى كان له من الولاية النصيب بحسب حظه من الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. والإيمان، الذين آمنوا، يعني الإيمان بالله ربا خالقا معبودا، والإيمان بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته، والإيمان بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. وأيضا يدخل في الإيمان الإيمان بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به من أصول الإيمان العظيمة وقواعده المتينة، كالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله في هذه الآية: وكانوا يتقون، أي يتقون الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ولهذا فإن أولياء الله تبارك وتعالى قد صلحت قلوبهم بالعقيدة الصحيحة الذين آمنوا، واستقامت جوارحهم بالأعمال الفاضلة والبعد عن الأعمال السيئة. وكانوا يتقون، أي يتقون الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، كما قال أحد السلف في تعريف التقوى، قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. نعم، اعرف هذه الآية
تعرف أولياء الله، وأن أولياء الله سبحانه وتعالى هم من صلحت قلوبهم بالأعمال واستقامت جوارحهم بتقوى الله والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وبهذا يعلم أن الولاية والولي ليس لقبا يمنحه شخص من الأشخاص، يلازمه الشخص السنة والسنتين والثلاث ثم يمنحه هذا اللقب. وليست الولاية لباسا يلبسه أحد غيره، وإنما الولاية هي طاعة الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحسن التعبد لله جل في علاه. وأما الحديث فهو مخرج في صحيح البخاري، وقد قال عنه أهل العلم إنه أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأولياء، وأشرف حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأولياء، وهو يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء، ويعرف أيضا بحديث الولي، وحديث مشهور معروف خرجه الإمام البخاري في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا حديث عظيم في ذكر الأولياء وفي ذكر أوصاف أولياء الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: يا الله، من هم أولياؤك الذين من عاداهم فقد آذنته بالحرب؟ فجاء الجواب في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولهذا قال العلماء أخذا من هذا الحديث العظيم، حديث الأولياء، أولياء الله على درجتين، أولياء الله على درجتين: الدرجة الأولى درجة المقتصدين، وهم الذين فعلوا الواجب وتركوا المحرم، فعلوا واجبات الدين وتركوا المحرمات. فمن فعل الواجب وترك المحرم هذا ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك. فالذي يفعل الواجب، واجبات الدين، فرائض الإسلام، ويترك المحرمات، فهذا من أولياء الله. ولهذا قال في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وترك المحرمات هذا مما افترضه الله على عباده، فإن الله افترض عليهم فعل الواجبات وترك المحرمات. وكما أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أوجب، فإنه يتقرب إليه سبحانه وتعالى بترك ما حرم وترك ما نهى عنه جل في علاه. فهذه درجة،
من درجات الأولياء، وهي درجة المقتصدين الذين فعلوا الواجب وتركوا المحرم. أعلى من هؤلاء درجة، درجة المقربين السابقين بالخيرات، وإليهم الإشارة في هذا الحديث في قول ربنا سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وقوله ولا يزال تفيد الاستمرار والمداومة، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني مداوما على النوافل بعد محافظته على الفرائض. فهذه درجة رفيعة جدا وعالية في الولاية، وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض. لا يحافظ على النوافل مع التضييع للفرائض، بل تكون المحافظة على النوافل بعد المحافظة على فرائض الله سبحانه وتعالى. فهذه درجة رفيعة في الولاية، وهي درجة السابقين بالخيرات. فجمع في هذا الحديث بين الأولياء بدرجتيهم، درجة المقتصدين ودرجة السابقين بالخيرات. وفي القرآن في مواطن عديدة منه ذكر الله هاتين الدرجتين، في سورة الإنسان، وفي سورة الواقعة، وفي سورة المطففين ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء، وأيضا في سورة فاطر قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء أولياء الله، المقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي نافس بعد الواجبات في فعل الرغائب والمستحبات. وكل من المقتصد والسابق بالخيرات يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب، لأنهم أولياء، أولياء لله سبحانه وتعالى، لا يحاسبهم الله ولا يعذبهم. أما المقتصد فقد فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم، وأما السابق في الخيرات فدرجته أعلى ومكانته أرفع ومنزلته أكبر. وهؤلاء الأولياء، أولياء الله عز وجل بصنفيهم المقتصدين والسابقين بالخيرات، مبثوثون في الأمة، لا يختصون كما قدمت بلباس معين، ولا يختصون بألقاب معينة، ولا أيضا الشأن فيه كالدراسات المنتظمة يلازم شيخا ثم يلقبه بهذا اللقب، وإنما هم من أحسنوا في التقرب إلى الله، بينهم وبين الله صادقين في اللجوء إلى الله، ولا سيما في فعل واجبات الدين وفرائض الإسلام والبعد عن المحرمات والآثام. ولهذا فإن هؤلاء الأولياء منهم من هو فلاح في مزرعته، ومنهم من هو عامل في مصنع، ومنهم من هو تاجر يبيع ويشتري، ومنهم من هو عابد منقطع أو ملازم لعبادة الله تبارك وتعالى، ومنهم من هو مشتغل بالعلم والتعليم والدعوة. وهؤلاء من أشرف الناس، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما رواه الخطيب البغدادي في جامع بيان العلم وفضله، قال الشافعي رحمه الله: إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي. والمراد بالعلماء أي العلماء العاملون الذين تعلموا دين الله وعملوا على نشره وتفقيه الناس فيه، فإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن من علامات الولي محافظته على فرائض الدين، وهي العلامة البارزة والشارة الفارقة
التي يميز بها الأولياء. فمن حافظ على فرائض الدين، وفرائض الدين يتناول كما تقدم فعل الواجب وترك المحرم. قد تقدم معنا في حديث الولي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالمحافظة على فرائض الدين واجبات الإسلام العظيمة، هذا من العلامة على ولاية العبد. وأعظم ما يكون في ذلك الصلاة والمحافظة عليها في بيوت الله كما أمر الله في أوقاتها الخمسة، فهذا ميزان يومي يعرف فيه الأولياء. أما من يفتقد في المساجد ويضيع الصلاة في بيوت الله ويتهاون فيها ويفرط في أدائها في بيوت الله، هذا ليس من علامات الخير ولا من أمراته. وكذلك إذا كان الشخص متهاوناً في ارتكاب المحرمات وفعل الموبقات وارتياد أماكنها وفعلها، هذا ليس من علامات الخير. فمن علامات أولياء الله سبحانه وتعالى عنايتهم بفرائض الدين ومواظبتهم عليها واهتمامهم بها وبعدهم عن ما حرم الله سبحانه وتعالى على عباده. من يقولون إن الولي هو من بلغ درجة سقطت عنه فيها التكاليف، هؤلاء من الضلال الذين يحرفون الناس عن الجادة وعن صراط الله المستقيم، ثم يتكلفون التأويل لكتاب الله سبحانه وتعالى كقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تصل إلى درجة تسقط عنك التكاليف بزعمهم. هذا زعم باطل ودعوى فجة وكلام ضلال والعياذ بالله. يحرف الناس عن الجادة، وليس هناك ولي لله لا يصلي، ليس هناك ولي لله لا يحافظ على فرائض الدين وواجباته، بل الولاية تقرب إلى الله إلى الممات كما قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. هذا هو معنى الآية: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعبادة الله مستمرة إلى الممات. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر نظرة ألقاها على أصحابه في يومه الذي مات فيه، نظر إليهم مع نافذة بيته المطلة على المسجد وهم يصلون صلاة الفجر، نظر إلى هؤلاء الأولياء أولياء الله أبي بكر وعمر وغيرهم من أصحابه رضي الله عنهم وهم يصلون صلاة الفجر، فابتسم عليه الصلاة والسلام ابتسامة رضا وفرح بهذا الاجتماع على عبادة الله. هؤلاء أولياء الله: عناية بالمساجد، محافظة على الفرائض، مداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما من يقول أن الأولياء من يصلون إلى درجة تسقط عنهم التكاليف أو نحو ذلك، هذا ضرب من ضروب الضلال والدجل والخرافة. بل يقولون إن الولي يبلغ درجة يكون أعلى فيها من أن يذهب إلى الكعبة ليطوف بها، بل مقامه أعلى من ذلك. يقول: الكعبة هي التي تذهب إليه وتطوف به في مكانه. هذا كله من الخرافة والدجل والضحك على الناس والاستخفاف بعقولهم وتضييعهم عن مفاهيم الإسلام الصحيحة القويمة المباركة، عن هدايات هذا الدين التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى إدخال الناس في أنواع من الخرافات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. في أحد الكتب قال أحد هؤلاء: إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ قال: في المسألة قولان. القول الأول
يصلي الناس لمكان الكعبة باعتبار الأصل وأنهم لا يدرون أين ذهبت. قال والقول الثاني أن يجب على الناس أن يبحثوا عن الكعبة أين ذهبت حتى يصلوا إلى جهتها. فانظر الخرافة كيف تعبث بعقول الجهال، وكيف أن أهل الضلال يروجون مثل هذا الضلال على الجهال استخفافاً بعقولهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. ومن علامات الولي أنه مهما اجتهد في التقرب إلى الله وحسن العمل لا يزكي نفسه، عملاً بقول الله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا يزكي نفسه. الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ما كانوا يزكون أنفسهم، ولهذا الولي لا يزكي نفسه، لا يقول أنا من الأولياء أو أنا ولي أو أنا مكانتي كذا، لا يزكي نفسه، بل لا يزال يرى نفسه مقصرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنين عندما ذكر صفات المؤمنين الكمل قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أم المؤمنين عائشة كما في المسند وغيره سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. وفي الآثار عن الصحابة نقول كثيرة جدا تبين هذه الحال الشريفة. يقول عبد الله بن أبي مليكة أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لو أعلم أنها قبلت مني سجدة واحدة فهو خير لي من الدنيا وما فيها، ما كانوا يزكون أنفسهم. يقول الحسن البصري رحمه الله المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن يحسن في العمل وفي الوقت نفسه يخاف، يخاف أن لا يقبل منه عمله، أن يرد عليه عمله، ولهذا لا يزال يجاهد نفسه في الخير وأعمال الخير والطاعة والتقرب إلى الله، لكن لا يزكي نفسه بل يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله. انظر مثالا عجيبا في ذلك في قصة خليل الرحمن، وهو يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال العلماء في كتب التفسير كان يقول هذه الدعوة مع كل حصات، كل حجر يبني البيت يسأل الله أن يقبل منه. نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية عن وهيب بن الورد، وهيب بن الورد أحد السلف قرأ هذه الآية فبكى، قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل. وليس من شرط الولاية أو كون الشخص وليا لله سبحانه وتعالى أن تظهر على يديه خوارق للعادة، فإن خوارق العادات ليست من شرط الولاية، فإن الخارق للعادة قد يقع على يد الولي كرامة لله سبحانه وتعالى، إما لحجة أو لحاجة، إما لحجة يظهر الله سبحانه وتعالى بها دينه، أو لحاجة تضطر هذا الولي فيكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامة يكون فيها سد حاجته وقضاء ضرورته إكراما من الله سبحانه وتعالى له، لكنها ليست شرطا للولاية. فإن أعظم كرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها العبد أن يلزم العبد طريق الاستقامة، طريق الطاعة، طريق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى وإن لم يظهر على يديه خارق للعادة. كثير من الصحابة هم من خيار الأمة وأفاضلها لم
يظهر على أيديهم خوارق للعادات، وهم من سادات الأولياء وأئمة الأصفياء وخيار عباد الله سبحانه وتعالى. فليس من شرط الولاية حصول الأمر الخارق للعادة، ووجود الأمر الخارق للعادة ليس علامة على الولاية، ليس هو المقياس الذي تعرف به الولاية، لأن الخوارق العادة قد تكون من الشياطين معونة لأتباعهم وأولياء الشياطين، يعينونهم بأمور خارقة للعادة، يعينونهم بأمور خارقة للعادة فيغتر بهم أناس ويضل بهم خلق. فالخارق للعادة ليس علامة على الولاية، وإنما علامة الولاية لزوم الاستقامة ومداومة الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، حتى وإن لم يظهر على المرء خارقا على يديه أمرا خارقا للعادة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وهي كثيرة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كثرتها قال هي مثل المطر، كثيرة جدا ما يكرم الله سبحانه وتعالى به أولياء وأصفياء. ونقل ابن تيمية وغيره من أهل العلم نماذج كثيرة جدا في الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من كرامات الأولياء التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أولياء وأصفياء، لكنها ليست هي العلامة، وإنما العلامة على الولاية لزوم الاستقامة ومداومة الطاعة لله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح: فإن اشتبه عليك، يعني اشتبه عليك الشخص هل هو من الأولياء أو ليس منهم، فاكشفه في ثلاثة مواطن، فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته، ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم، ودعوته إلى الله ورسوله، ودعوته إلى الله ورسله، وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. فزنه بذلك، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق، ولو مشى على الهواء، ولو مشى على الماء وطار في الهواء. هذه ثلاثة أمور يقول رحمه الله تعالى تستطيع من خلالها تكشف وتعرف الشخص وحاله هل هو من أولياء الله أو لا. الأمر الأول الصلاة، قال صلاته، انظر هل هو من المعتنين بالصلاة، لأن الصلاة سبحان الله ميزان يومي ومحك يومي يستطيع الشخص أن يميز فيه. فإذا كان مواظبا على الصلاة في المساجد معتنيا بها، لا يضيعها، لا ينام عنها، لا يفرط فيها، هذا ميزان يدل على تقربه إلى الله وحسن صلته بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني محبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم. فإذا كان يحب السنة ويحب أهل السنة ويحب حملة السنة فهذا من علامات الخير، وإذا كان نافراً عن السنة، مبغضاً لها، معادياً لأهلها، مؤاذياً لهم، فهذا ليس من علامات الخير ولا من علامات الولاية. الأمر الثالث قال: ودعوته إلى الله ورسله، أي أن ولي الله لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى نفسه، دعوته إلى الله ليست دعوته إلى نفسه. كثير من الناس وإن دعا يدعو إلى نفسه، يريد شهرة، يريد كثرة أصوات، يريد كثرة المؤيدين، يريد كذا. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: وددت لو دخل الناس في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقاريض، يعني لو يقطع جسمي، ما يعني نفسه، المهم أن الناس يدخلون في دين الله، أن يهتدي الناس، أن يعرفوا الحق. فمن علامات الولي أنه لا يدعو إلى نفسه، لا يعظم نفسه، لا يبحث عن كثرة الأتباع وكثرة المؤيدين وكثرة الناصرين، وإنما يدعو إلى الله، إلى دين الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، ليس له هم في نفسه، وإنما همه في صلاح عباد الله واستقامتهم على طاعة الله وملازمتهم لحسن التقرب
إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: دعوة إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. تجريد التوحيد أي لله مخلصا، والمتابعة أي للرسول عليه الصلاة والسلام، وتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور الثلاثة يقول المقيم: زنه بذلك، يعني زنه بهذه الأمور الثلاثة، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق يعني للعادة، ولو مشى على الماء وطار في الهواء لا تزنه بشيء من ذلك، وإنما زنه بهذا الميزان الدقيق، الميزان المحكم المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول ابن القيم رحمه الله في كلمته آنفة الذكر، يقول: تجريد التوحيد والمتابعة أمران لا بد منهما، لا يمكن أن تكون ولاية لله سبحانه وتعالى بدون هذين الأمرين. تجريد التوحيد أي لله، بأن يخلص دينه لله سبحانه وتعالى، وأن يكون داعية إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي توحيده وإفراده بالعبادة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأنهم، دعاة إلى الله، إلى توحيد الله، إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، إلى البراءة من الشرك. ولهذا لا يمكن أن يكون الداعية إلى الشرك والتعلق بغير الله عز وجل والتعلق بالموتى استغاثة ورجاء ودعاء، لا يمكن أن يكون من أولياء الله. وكذلك دعاة البدع والضلالات وما لم ينزل الله تبارك وتعالى به سلطانا من الخرافات وغيره، لا يمكن أن يكون هؤلاء من أولياء الله، لأن أولياء الله جردوا التوحيد لله وجردوا المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، محققين أصلي الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإن شهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله، وشهادة محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني تجريد المتابعة له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. موضوعنا هذا كتب فيه أهل العلم كتابات نافعة ومهمة، والحديث المتقدم المعروف بحديث الأولياء أفرده الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بمجلد مطبوع بعنوان قطر الولي في شرح حديث الولي، وهو كتاب نفيس في بابه، وشرحه ابن القيم شرحا مختصرا في ضمن أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله تعالى، لأن هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله تعالى في أربعين، فشرحه ابن رجب شرحا مفيدا في كتابه جامع العلوم والحكم. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة قيمة جدا في هذا الباب، أسماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر فيها علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء وأوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء، وذكر فيها من الولي وما صفته في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأفاض وأفاد وأجاد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الموضوع العظيم، التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وفي ختام هذا اللقاء أنصح نفسي وإخواني بجملة من النصائح حول هذا الموضوع، موضوع الأولياء، وما تقدم من ذكر لأوصافهم وأحوالهم وأعمالهم في ضوء ما دل عليه الدليل. أولاً، أيها المؤمن الموفق،
اجتهد في خاصة نفسك أن تكون من أولياء الله، وجاهد نفسك على ذلك، وما ذلك على الله بعزيز. ولتكن همتك عالية، ولتكن ناصحا لنفسك حريصا على نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة، عاملا بقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل. فالمرء يجاهد نفسه، يعمل على تكميلها، لا يتقاعس ولا يتوانى ولا يتكاسل، بل يجاهد نفسه. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثانيا: أكثر من الدعاء، فإن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأكثر من الدعاء، ولا سيما الدعوات المأثورة في هذا الباب العظيم. ومن ذلكم ما ثبت في صحيح مسلم من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كذلك ما ثبت في الصحيح من دعائه الذي علمه علي رضي الله عنه: اللهم اهدني وسددني، وغير ذلك من الدعوات العظيمة. وادعو الله وأنت موقن بالإجابة، ألح على الله بالسؤال، تحر أوقات الإجابة أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته، فإن الهداية بيد الله والولاية والاصطفاء بيد الله سبحانه وتعالى. فسل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم وأنت موقن بالإجابة، فإن الله لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه. ثالثا: أحب أهل الخير والفضل، وإياك وبغضهم ومعاداتهم، فإن الأمر كما تقدم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومحبة أهل الفضل فضل عظيم، كما جاء في الحديث عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم أي في العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فرح الصحابة بهذه الكلمة فرحا عظيما. فإذا رأيت العالم الداعي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحبه، إذا رأيت العابد المواظب على عبادة الله وطاعته أحبه، إذا رأيت الرجل الحريص على الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والتأدب بآداب الشريعة والمحافظة على فرائض الدين وواجباته أحبه، لأن محبة أهل الفضل فضل. الشافعي رحمه الله يقول: أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. فمحبة الصالحين لها أثر، لها أثر عظيم في المرء، في قربه من الخير، في قيامه بالخير، في أعماله أعمال الخير. ولهذا ينبغي أن يعنى المرء بهذا الأمر العظيم، أن يعنى بمحبة أهل الخير، وهذا من القرب التي يستكمل بها الإيمان كما تقدم. رابعا: عليك بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن العلم نور لصاحبه وضياء للسالك، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن كان عنده علم ميز بين الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، ومن لم يكن عنده علم التبست عليه الأمور واشتبهت عليه الأحوال. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون له حظ ونصيب من العلم الشرعي ويعتني به عناية يومية، بمعنى أن كل يوم من أيامه يكون له فيه شيء من النصيب من علم الشريعة. وعليك بمرافقة أهل الفضل وأهل الصلاح،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإن في مجالسة الصالحين ومرافقة أهل الفضل حصول الاستقامة بإذن الله تبارك وتعالى، والسلامة من الانحراف. سادسا، عليك بالحذر من منافذ الشر التي كثرت في هذا الزمان، والطرائق التي أدخلت على الناس كثير من البلاء وكثير من الشرور، فأضعفت الإيمان وسببت في الخلل عند كثير من الناس في عقائدهم، في عباداتهم، في أخلاقهم، وأعني بذلك المواقع التي في الإنترنت، وكذلك القنوات، قنوات الشر التي جلبت على كثير من الناس أبواب من الشرور والفساد وأبعدتهم عن دين الله تبارك وتعالى. فالواجب الحذر من ذلك ليسلم لك دينك، لتسلم لك عقيدتك، وليسلم لك تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. سابعا وأخيرا، حاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله، وزن عملك قبل أن يوزن يوم لقاء الله، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين ومن عباده المخلصين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وآله وصحبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أنا ولي من لا ولي له، مفهوم الحديث واضح، لأن الولاية لها معاني. فمثلاً ولي الأمر هو من يلي أمر المسلمين، والأب في بيته ولي أمر ولده وأهله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالولاية في من حيث هذا المعنى لها معاني كثيرة، مثل ولي مال اليتيم. فقوله عليه الصلاة والسلام: أنا ولي من ومن لا ولي له، أي أن من ليس له ولي، مثل يعني المرأة مثلا التي لا ولي لها فتحتاج إلى ولي في عقد نكاحها أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي من لا ولي له، وكذلك الحاكم أو من ينيبه يتولى ولاية أمر من لا ولي له.
في الأنكحة ونحو ذلك من الأمور. قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حق لا ريب فيه، ومن أصدق من الله قيلا. فقول الله حق ولا يرتاب مسلم في ذلك، لكن ما أشار إليه السائل هذا عائد إلى تقصير المسلمين وتفريطهم، ليس عائدا إلى ما جاء في الحديث من وعد الله لهم، فإن وعد الله صادق والله لا يخلف الميعاد، لكن هذا راجع إلى التقصير الذي في المسلمين، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فما يحصل هذا راجع إلى التقصير. أما من وفى وقام بالواجب فإن الله ناصره لا محالة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا تخلف النصر فهذا راجع أمر عائد إلى تقصير وتفريط حصل من المسلمين أو ذنوب ارتكبوها فترتب عليها ذلك. البركة إنما تطلب من الله، فالله عز وجل يبارك من شاء من عباده، كما قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى ابن مريم عليه السلام فيما ذكره الله، قال: وجعلني مباركا أينما كنت. فالله هو الذي يبارك، والبركة إنما تنال من الله، ولا تنال البركة إلا من الله، لا تنال البركة إلا من الله، ولا يلجأ في طلبها إلا إلى الله. لا تنال البركة إلا من الله بلزوم طاعته، ولا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فإنه جل في علاه هو الذي يبارك من شاء من عباده. فالبركة من الله ولا تطلب إلا منه جل في علاه. وأما طلبها من غير الله والالتجاء فيها إلى غير الله كالموتى والمقبورين فهذا من اتخاذ الأولياء من دون الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموت، الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ثم قال بعدها بآيات: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا السؤال: هل الولي معصوم؟ الجواب أن أولياء الله سبحانه وتعالى ليسوا معصومين بل يخطئون، لكنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يبادر إلى التوبة والإنابة، ولهذا هو ابتداء يجاهد نفسه ألا يقع في الذنب ولا يرتكب الإثم، وإذا وقع في شيء من ذلك يبادر إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما عرفنا أولياء الله هم من فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، لكن إذا حصل منه بعض التقصير أو الخطأ فإنه يبادر إلى التوبة حتى يعود إلى الولاية والقرب من الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.